السلام عليكم متابعين الأعزاء. لما نزل قول الله تعالى كل من عليها فان، قالت الملائكة هلك أهل الأرض ونحن أهل السماء. فنزل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فأيقنت الملائكة كلها بالهلاك والموت، فجميع أهل الأرض والسماء سيذهبون ويموتون أجمعين، ويتولى قبض أرواحهم ملك الموت، ويموت ملك الموت بلا ملك الموت، ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإنه هو الحي الذي لا يموت أبدا. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل الغشي، وفي رواية إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا، وفي أخرى سمعت الملائكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون، فإذا فزع عن قلوبهم وأزيل الفزع عنهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، فينادون الحق الحق. فقال ابن مسعود رضي الله عنه ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه، فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك، أما أين يدفنون وهل يصلى عليهم فهذا ما حجب عنا علمه. وقد قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيجب على المسلم أن يسعى ويبحث عما له أثر في سلوكه من معرفة الله وأسمائه وصفاته وما يجب اعتقاده ومعرفة الأحكام الشرعية، ويترك التعمق فيما لم يكلف بعلمه ولا فائدة فيه. أما موت الملائكة بعد البعث والحساب فلم يرد في الكتاب أو السنة ما يدل عليه، بل الأدلة على بقائهم أحياء كثيرة جدا، ومن ذلك قول الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فسيتكلم المؤمنون مع خزنة الجنة، وسيتكلم الكفار مع مالك خازن النار، فهذا يدل على أن الملائكة ستكون موجودة بعد البعث والحساب. هذا والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.